التظاهر، قانون التظاهر، انا كان عندي اشكاليه كبيره جدا ان تم عمله في وقت مصر كانت في احوج ما تكون لضبط نسبي للموقف في مصر، يعني معمول عشان البلد كانت على الدوله كانت على المحك، ولما تيجي تحطي ان احنا ننزلق ونبقى دوله زي دول اخرى، ما بحبش يبقى اسماء دول، وتشوفي حجم الضياع اللي بيعاني منه الناس فيه. بس اوعى تتصوروا ان انا بطرح ده على ان انا ايه بحاول اجيب مبررات لاجراءات استثنائيه، لا، انا عايز اقول ان احنا فعلا عايشين في ظروف اذا حطيت جنب منها الاستهداف والمؤامره والجيل الرابع والخامس من الحرب، واللي فيه معانا جوانا ناس مش افكارها ما حدش يقدر يحاسب حد على فكره خالص، لان كل واحد من حقه انه يفكر ويعتقد زي ما هو عايز، بس وهو بيعتقد ويفكر زي ما هو عايز حاجه واحده بس اللي بطلبها منه، واقول له اوعى تتحرك مع تحرك تهدها، لانك في الاخر انا مسؤول عن 90 مليون. جوه 90 مليون في يعني اراء مختلفه وتوجهات مختلفه، مرحب بيهم طبعا، ليهم مكان ايوه، لكن انا في الاخر عايز اعمل توازن بين الحريات وحقوق الانسان وبين الحفاظ على الدوله المصريه في ظروف صعبه.